عودة مجددة لكم يا المحاربين ويا المحاربات، واليوم عندي لكم قصة تحفيزية جديدة أكيد مع الحظر والتباعد والصيام شهر رمضان وتباعدنا الإنساني يخلق نوع من التوتر، من يمكن الغضب، من الحزن، من مشاعر مختلفة غريبة علينا لأن ما قمنا نتواصل ناس قبل، فيبدي نوع من الاتهام، من اللوم، من الغضب على شخص معين. فإحنا في الفترة هذه لازم نسوي كنترول على مشاعرنا، وأيضا نتواصل مع الناس. صحيح ما نتواصل معهم فيزيكالي، بس ممكن فيديو كول، ممكن مسجات، أي شيء، دائما تتواصل مع أحبائك. في هذه القصة أبيكم تعرفون أهمية عدم إلقاء اللوم والتركيز على الصفحة البيضاء. كان في معلم يبي يعطي درس حق طلبته، فلما دش الصف مسح الصبورة البيضة وياب القلم وحط نقطة صغيرة بالنص باللون الأسود وسأل الطلبة: أوكي شنو يا الطلبة تشوفون باللوح؟ فطالب فيهم قال: قاعد تشوف نقطة. قال: حلو ممتاز، بعد شنو قاعد تشوف؟ الثاني قال: قاعد أشوف نقطة لونها أسود. قال له: ممتاز، بعد شنو قاعد تشوف؟ الثالث قال: النقطة هذه كبيرة، يمكن من بعيد احنا نشوفها صغيرة بس هي نقطة كبيرة في اللوحة. قال له: ممتاز، حلو، بعد شنو تشوفون؟ فكلهم مو عارفين، يعني قاعد يشوفون النقطة السوداء. فقال لهم: انت قاعد تشوف هذه النقطة السوداء، ولكن ما حد قال لي شنو اللون الأبيض الكبير اللي موجود في اللوحة. فاحنا كلنا معرضين للخطأ، الناس كلها معرضة للأخطاء، لكن هذا شيء ما يلغي الشيء الكبير اللي ممكن هو سواه لك. فدائما سامح، دائما ركز على عدم إلقاء اللوم بمجرد أمور بسيطة، ونسوي كنترول على مشاعرنا في الفترة عشان بعد الحظر إن شاء الله كلنا نلتقي ونستانس مع بعض.